عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا في معرض الكتاب الدولي 50 في دورة 50 برعاية جامعة الدول العربية وضيف الشرف طبعا هي جامعة الدول العربية ويحتفلون بذكرى اثنين من أهم رواد الثقافة في مصر سهير القلماوي وثروة عكاشة وزير الثقافة الأسبق. نتعرف على المعرض الآن. هي ضيفة شرف السنة هذه للدورة 50 من معرض الكتاب في يوبيل الذهبي. هذا المقر حقهم ماخذين الصالة ثلاثة يمكن نصها كلها ونصها أطفال كلها تبعهم، لأن أنا هدخل المقر حقهم وهصور. قابلت حمادة جاء وجاي بيرافقنا في المعرض الآن، بس جاي متأخر صراحة، زعلان منه جاي متأخر، بس هنكمل تصوير إن شاء الله في صالة ثلاثة وصالة أربعة إن شاء الله. نشوفكم هناك. المكان اللي خلفي مصلحة صك العملة، من أحسن الأماكن اللي أنا زرتها، وعندهم قطع من العملة قديمة ونادرة وأسعارها مش غالية جدا. أنا أخذت منها يعني صراحة تحفة، واخذت ميدالية من عندهم مرة جميلة وجدا. صح انا مش هرويكم اياها، بس حاب اقول لكم احسن مكان انا اخذت منه هذا. يعني اللي هيجي يزور يجي يزور مصنع صك العملة، يعني عندهم مشغولات قديمة كلها، يعني حتى حاطين عليها سنة الصنع والمناسبة اللي انصنعت فيها وطبعوها كلها موجودة، يعني انتم هتنبسطوا فيها هنا. السلام عليكم، احنا النهارده جينا لمعرض الكتاب للاطفال. لما قابلت محمد معانا النهارده بصراحه في اشياء كثير مثل قراءه القران وقراءه الكتب واعمال حرفيه كتير ورسومات والعاب ذكاء كتير. بصراحه احنا اشترينا اشياء، فقلت النهارده لازم نتكلم عن المكان الروعه ده. بصراحه تقريبا بالنسبه لي ده اجمل مكان، كنا حلم حياتي وانا صغير سواد اجمل شيء. ففي كتب وفي اعمال حرفيه ازاي يعلمونا الاطفال ويعلمونا الاطفال اعمال حرفيه. زي ما شرح احمد المعرض هنا في القسم هذا حق الاطفال، يعني احسن قسم استمتعنا فيه، لعبنا بالعاب الذكاء اللي نصها ما عرفنا نحله، يعني حلونا اطفال صغار، يعني شيء ممتع جدا. انا احسن قسم يمكن تذكرت فيه ايام قديمه والايام الطفوله والالعاب اللي معايا البازل اللي معايا كلها موجوده هنا، يعني جدا جدا ممتع. اللي يبغى يجي يستمتع يجي قسم الاطفال، لا يروح لا صاله واحد ولا صاله اثنين، خليك في صالة ثلاثة أحلى حاجة فيها، كل شيء ممكن تتخيله فيه. أنا عن نفسي ودي أقعد هنا، يعني في حرف في مشغولات يدوية ويعلموهم الحياكة، كل حاجة موجودة، والمسرح وخلقنا مسرح الطيران هنا عاملين حراسة طائرة ويجيبون أكل للطلبة والموجودين طلاب المدارس اللي عاملينهم كل حاجة هنا موجودة. وانا الان شبه مخلص، بس هورجكم على باقي الاجزاء ونشوفكم.
خلف هذا الأزهر الشريف، كل تأليفات الأزهر الشريف داخلها، عنده منها اسم للخط العربي مرة ممتاز، يعني إذا تبغى يكتبون خطك بالعربي تعال وشكل جميل وكل حاجة. بس أنا قاعد أفكر أن أوقف لأنه طابور هنا طويل مش هيخلص، وزي ما شايفين كل الكتب والمجلدات الخاصة بهم وتأليفاتهم والفتاوي وكل الناس الدكاترة اللي عندهم كلها موجودة هنا. الآن أنا هفرشكم عليها. زي ما انتم سابقين خلفي عندهم ندوات، محاضرات، اناشيد، يعني مواويل نبوية، كل شيء موجود داخل هنا في القاعة هاي. إلى هنا وصلنا إلى ختام الفلوق هذا، إن شاء الله يكون يعجبكم. واجهنا فيه حاجات حلوة وكثيرة واستمتعنا ولعبنا وتسلينا وشفنا كتب، بس أنا تعمدت ما أصور ولا كتاب لأنه حوالي 1500 وأكثر من دار نشر، أصور مين وأخلي مين؟ لكن أهم حاجة اللي هيجي هيستمتع، كل الكتب اللي تبغاها موجودة طبعا غير الممنوعة وغير اللي تخلص من بدري من اول 3 ايام، يعني لها طريقة ثانية. وانا وحمادة انبسطنا صراحة اليوم. بس انت نسيت تقول لهم شيء، الشيء اللي انا كنت عايز اخليه مفاجأة اخر الفلوق، اللي احنا واجهنا العاب بذكاء الاطفال ما يعرفش يحلوها، وبصراحة حتى هو ما يعرف يحلها. يعني انت اللي حليتها، يعني قعدنا ساعتين نفك في لعبة مش قادرين نرجعها مرة ثانية. فاشتريناها فنحلها في البيت ان شاء الله. هو هذا، يلا سلام عليكم.